كلامك كله مظبوط، ما رح نضل محبوسين هون طول العمر، اعتبارا من بكرة القصر ملكنا. خالتي فاطمة، قولي لي خالتي شو الموضوع؟ روحي روحي يا بنتي، ما فيني شي. كيف بدك يعني روح وانت عم تبكي؟ شو في؟ يلا احكي لي شو اللي صاير معك. زينب، انا كتير متضايقة من اللي صار. يا عيب الشوم، ليكون قصدك لأنكم ساكنين معي هون بالبيت يعني؟ زينب هي معنا سهلة طبعا، كل حياتكم انقلبت فوقاني تحتاني، بس صدقيني ما بتنبنى عيلة متماسكة على كذبة. إذا دققتي رح تكتشفي إنه ربحك أكبر من خسارتك خالي، ولو ما انكشفت الكذبة كنتوا رح تضلوا عم تظلموا العيلة. الله ما بيقول إنه أصحكم توقفوا قدامي وأنتوا آكلين حق الغير؟ لا بقى تزعلي ولا تبكي لو سمحتي، أنت أنقذتي ضناكي من وهم كبير كتير، ولو ما عملتي هيك كان رح يضل ضايع طول عمره. زينب أنا ما قدرت أبداً. ما قدرتي على شو خالتي فاطمة؟ عدنان هلا بده يخلي فاطمة. كتافي عم يجعوني كتير، تعالي لشوف دلكي لي اياهن شوي. تشنجوا من النوم على الكنباية. قلت لك إني ما رح أتركك بحياتي بقى، وليتني إجيت وأخذتك فورا. هلأ رح أخذك لعند أمي كمان، وهي رح تاخذك على الدكتور. رح تكون منيح، لا تخاف أبدا. يلا بنتي استعجلي شوي، الولد مو منيح بنوب. هو مارد. أيوة. السلام عليكم يا شباب. وعليكم أهلي. السلام. نحن عم ندور على أخي علي، شفتوا اليوم بهالمنطقة شي؟ لا والله ما شفناه. ليكو، إذا شفتوا يا شباب قولوا الحقيقة، لأنه هي مسألة حياة أو موت، لازم نلاقيه بأي طريقة. إذا شفناه منقلك. خلص إذا شفناه منقلك. طيب تصبحوا على خير. أخي عزت، علي، علي قبل شوي كان هون. أخي بتشوفي يا زهرة؟ خير عمي؟ مين أنت؟ أنت لمين أصلاً ولك؟ ما بتخاف من الله بنوب؟ في حدا عنده ضمير بيحبس بنت صغيرة وطفل مريض؟ عمي عن شو عم تحكي؟ زهرة تعي لهون لشوف. لا اترك البنت وقلب بأوصك. عمي اهدى ونزل سلاحك. لك انتو شو صار لكم؟ انا رح خبر عنك، الشرطة بتهمت حجز البنت وابنها. عمي شرطة شو؟ فهمان الوضع غلط من اساسه. البنت هي مرتي، واللي بيحضن ابني بيكون. قلت علي كان هون؟ طيب وزهرة؟ زهرة كمان كانت معه؟ شفتها؟ لا أنا بس شفت علي. طيب هو قال لك أو خبرك شيء؟ قال أي شيء لفت انتباهك مثلا؟ ما صحت لنا فرصة نحكي أخي بصراحة. أنا لما وصلت كان علي مديون كتير وقتها، وبالزور أقنعته يقوم عن الطاولة.
طيب وهلأ وين بيكون راح؟ الزلم اللي مديون له علي واحد وسخ كتير، أصر على علي إنه بده مصاري فورا. علي قال له ماشي وحمل حاله وطلع. هالجماعة هدول مانو ننضاف المرة أخي، ممكن يعملوا أي شي، ما بتتخيل شو ممكن يعملوا. وإذا علي ما رجع المصاري وقتها ما رح يتركوه عايش أبدا. روح من هون، قال مرته قال. عمي والله العظيم مرتي زهرة، أنت كمان أحكي لك شي كلمة، لكن فكرني خاطفكن. إيه نعم خاطفنا. عمي تعال بس لحظة، ها ليك شوف شو معي، ليك ليك شايف هون زهرة بتكون مرتي. القصة انه انا ومرتي صار في بيناتنا نقاش حاد شوي وصرخنا على بعض، يعني الله اعلم شو بتكون قالت لك. الولد كان مريض وانا رحت كرمال دور على دكتور، وفعلا لقيت دكتور وعطيته العنوان وقال لي انه رح يجي، بس لتاخذني يعني لما شفتك مع عيلتي تضايقت شوي وعصبت بالحكي، بقى لتاخذني حقك علي. يعني بتصير نقاشات حادة بين الزلمة ومرته. عمي لا تصدق كلامه لو سمحت، ليك الولد عم يبكي ولازم نلحقه على المشفى دخيلك لو سمحت عمو. زهرة الدكتور على الطريق، بقى ما في لزوم للمشفى. عمي عذبناك معنا لا تأخذنا. ليك في حيوانات برية ورا هالتلة، انتبه أنا كل يوم بسمع صوتهم، بقى دير بالك تمام؟ لك يا كذاب شو اللي عم تقوله؟ طيب معناها ما دام الدكتور جاي لهون بشوفوا الشك بخير. عمو لا تصدق كلامه، إذا سمحت عم يكذب لا تمشي. زهرة والله عيب يلي عم تعملي فينا، عم تصغريني قدام الناس. مع السلامة يا عمي، يلا. لا تتركني يا عمي، تركني انقبري. كنت عم تكذب ما هيك؟ ما رح يجي لا دكتور ولا شي ما هيك؟ زهرة انتي ناوية تجننيني ولك تافهة؟ شو كان صار لو ما صدقني واتصل بالشرطة؟ بعد عني. أنا جايلك جايلك وبتشوفي. ألو معلمي، برأي علي ما رح يجيب المصاري ولا شي بنوب، هو هلأ مع مرته وابنه بمكان مثل الخرابة. هذا الولد زودها كتير، لازمه درس محترم وغير شكل. هدول يلي بيسموهن ولاد مبارح، إذا ما وفى ديونه ما رح يضل إلنا سمع بهالجو أبداً. نقتله معلمي؟ مين معه قلت لي؟ مرته وابنه. مرته لكان. استناني جاي لعندكن هلأ. أمرك. زهرة عم تهربي على الفاضي. زهرة افتحي الباب بسرعة. زهرة ليكي إذا دخلت لجوا بطريقتي ما رح يحصل لك خير، افتحي الباب بالحسنى. زهرة علي بما انه اجا يلعب قمار معناتها اليوم نضيف وما انه متعاطي ابدا. سمعت الشاب شو قال؟ قال انه علي بورطه، يعني بلكي من تحت راس علي هدول الجماعه حاولوا يؤذوا زهرة. علي بيكون عم يدور على مصاري، وامي اول انساني رح يطلب منها المساعده. رح اتصل خبر امي لتكون بالصوره. مين هاد يلي متصل فيني؟ يمكن تكون زهرة. ألو؟ حضرتك متصل فيني؟ أنا ما اتصلت بالغلط يمكن. يمكن، تصبح على خير. ها وقف، زهرة، تعرف واحدة اسمها زهرة؟ زهرة شبهة؟
عزت، شو عم بيقول؟ روحي نامي زينب، انت بدك تفيقي بكير، انا بفرش للكل. تمام، تصبحوا على خير. تلاقي الخير يا بنتي. يلا بشوفكن بكره. طلعي فيني فاطمة، شو عم تحاولي تعملي انتي؟ اه ما بتقدري تمسكي لسانك الطويل هاد؟ اسمعيني منيح بهية خانم، نحن كيف بدنا نبرر عمايلنا هاي بالآخرة؟ لا تعملوا هيك دخيلكم، مالن وملكن من حقهم يتهنوا فيهم. نحن بالشي اللي عنا مندبر حالنا، اللي بتدوم هي بس اللقمة الحلال. قال بدي أنا ندبر حالنا بالشي اللي معنا. بتعرفي قديش عدنان كان عنده مصاري وثروة؟ بعد هالعمر أكيد ما رح يروح يشتغل عتال بالعمار. قوليلي كيف بدكن تاكلوا وتشربوا مثل الأول؟ والدكاكين بالسوق والأراضي والقصر كلهم من تعبنا، لولا تعب عدنان بيصير في قيمة لهالعيلة؟ بهي خانم، نحن كل عمرنا أكلنا وشربنا من تعبنا، وهلأ ما بيجوز أبداً إنه ناكل لقمة واحدة من مالهم لأنه هاد الشي حرام. اسمعيني منيح فاطمة، حطي عقلك براسك بقى. إذا قلتي لزينب أو لعزت أو لأي مخلوق بالدنيا كلها كلمة واحدة من الشي اللي عم تقوليه قدامي هلأ، بمحيكي من الدنيا بلحظة. بشرفي بعملها فاطمة، مو سألي. قال إنه الصغير مريض، وزهرة نزلت من الشباك لحالها وراحت لحتى تدور على دكتور. الله العليم قديش بتكون خافت هالبنت، لإمتى بدها تضل هيك؟ قال لفوا من مدخل هارمانلي وبعدين منلاقيهم دغري بوشنا، حاسس إنه بعرفوا لهالمكان. من هون يمكن رستم. ابني هذا هو بيته للحمار؟ انت متأكد؟ متأكد معلمي، وهو جوا، بعدين ما في بيت غيره هون. طيب زهرة افتحي الباب. شو بدي اعمل؟ زهرة والله بقيت لك هون زهرة، مين يلي بده يخلصك من ايدي وقتها؟ ها؟ علي افندي. عمي نزير؟ اي نعم عمك نزير، قديش هالدنيا صغيرة، شفت كيف بلاقيك؟ عمي انا الصبح كنت رح جيب لك المصاري اللي عندك، بهالوقت ما لقيت حدا يعطيني طبعا، ليطلع الصبح رح جيب لك المصاري وبترك لك ياهم بالدكان، هذا وعد مني اطمن. خراسوا لك. شو هالمكان الزفت يلي عايش فيه ولك؟ الكلب يلي بالشارع ما بيرضى يعيش عيشتك هاي، كيف وانت فقير لهالدرجة رح تقدر توفي الدين يلي عليك؟ قلي. عمي اخي عدنان هو يلي بيعطيني، اخي عدنان بيحبني مثل اخوه اكثر لسه. مثل ما قلت لك هو يلي رح يدبر لي المصاري الصبح، مع انه بيكون دبرهم من هلا، وقتها بروح بجيب لك ياهن وباخذ لك ياهن على الدكان اللي عندك، وعد. ايه خبرتني. عمي بتعرف؟ انت عن جد زلمه بتفهم كثير ومحترم، بتشكرك كثير عمي. علي احساسي يلي جواتي بيقول لي اني ما اثق فيك ابدا، ولهيك انا لازمني ضمانه، ولحتى حضرتك توفي لي مصرياتي مرتك رح تضل عندي رهينه. أكيد مو هذا هو الطريق والله. أي كأنه غلط،
بس عم نمشي مثل ما خبرني اللي حكى معي. رستم وقف بشي مكان ودور. دخيلكم استعجلوا شوي، زهرة بتكون خايفة كتير. الله يخليكم. تركي. لا ما فيني اتركه. تركي الولاد. عم قلك ما فيني اتركه. عمي، عمي نزير وعد رجال الصبح رح جيب لك المصاري، اترك الولد. ما صار شي، جيب المصاري وخود البنات. تعال هون، خود مرت علي أفندي لشوف وترك الولد هون. تحرك. لا الولد مريض، تركه تركه. اسكتي. الولد مريض، تركني ابني. عمي نزير مو مستاهلة. حاج بقى نزير، نزير سكوت. أنا بورجيك. مشان الله لا تبعدوا عني، بوس ايدكم اتركوني. عمي نزير ليك مرتي وابنك. خلاص ولا طلع فيني منيح. انت شكلك لسه ما فهمت لهلا قديش نيجدي معك. معك مهله لبكره المساء الساعه 5 وبس. اذا جبت المصاري جبتون، اذا ما جبتون ما عاد تشوف مرتك ابدا. فهمتوا لك؟ دخيلكم اتركوني، ابني بعده كتير صغير، اتركوني روح لعنده اذا سمحت. خدها من هون. لا تاخذوني يا جماعة، دخيلكم وبوس ايدكم اتركوني، أنا ما دخلني. ابني ما فينه يضل لحاله، اتركوني ارجع لو سمحتوا. طيب اتصلوا بعزة كرمان، اتصلوا بعم عزة، عزة كرمان بيعمل كل شيء انتو بدكم اياه، بس اتصلوا فيه. هل دم مضى وجد الشر كلمه حزن gelir pusu kurar kalbime deli olur sığınamam kendime sen ağlarsan ben ölürüm yavrucuğum. Her damlada acı düşer gönlüme, hüzün gelir pusu kurar kalbime, deli olur sığınamam kendime sen ağlarsan ben ölürüm yavrucuğum. Öksüz kalmış çocuklara dönerim. Yangın iken utanırım sönerim. Saklanırım. Sen ağlarsan ben ölürüm yavrucuğum. Öksüz kalmış çocuklara dönerim. Yangın iken utanırım sönerim. Saklanırım karanlığa sinerim. Sen ağlarsan ben ölürüm yavrucuğum. Zehra! Ali! Zehra!
أنا طالع شوفهم فوق. علي! زهرة! 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 علي! كانوا هون معنا. أكيد بيكونوا مشيوا، ما هيك؟ علي لما حس إنه نحنا جايين لهون أخذ زهرة وراح. بس لوين ممكن يكون أخذ بنتي والصغير وراح؟ يا الله ساعدني، أنا كتير تعبت. خلصني من هالمكان جمال. يا الله دخيلك ساعد جمال، هو هلأ بدوني، هو هلأ مريض وبردان، مو متعودة اتركه لحاله، مو متعودة. لا تقلقي، هني اكيد ما بعدوا كتير. علي عم يدور على مصاري هلأ، حتى ممكن يكونوا راحوا على القصر كمان. طيب ماشي، معناها خلينا نروح بلا ما نضيع وقت. يلا. اطلع. جمال. 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 جمال! 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 شو عم يعمل لحاله هون؟ إلا شوي كنا رح نتركه ونمشي. عزت حرارته مرتفعة. كيف؟ طيب لكان خلينا ناخده على المستشفى. يلا تعال تعال شوف. ليكي جبت لك شوية أكل لتاكلي. مو جوعانة. لا تزعلي، أنتي ما رح تضلي هون كتير، زوجك أول ما يجيب المصاري رح يتركوكي تمشي. ابني، قصدي ابني أنا مرضان كتير وأكيد ما رح يتحمل لوقتها. ابنك أنتي؟ أنتي عندك ابن ولسه عمرك صغير لهالدرجة؟ مجال إنك تساعديني؟ يا ريت لو فيني اتصل بعمو عزت أو أمي، هن الوحيدين يلي بيجوا بيخلصوني من هون. أنا ما فيني خليكي تتصلي. صدقيني أنا ما بفرق عنك أبداً، أنا محبوسة مثلك هون. مروة، مع مين عم تحكي يا بنت؟ تعي لهون بسرعة. خلينا نطلع من الطريق القديم، من هنيك رح نصل بسرعة أكتر. كيف صار هلأ، نزلت حرارته؟ لا لسه. عزت أنا ما عم أفهم شي بنوب، مدام علي حس علينا وأخذ زهرة وهرب، وليش ترك جمال لحاله هنيك؟ زهرة أكيد ما رح تترك جمال لحاله وتمشي. أنا كمان عم فكر بهذا الشي. هلأ ممكن تكون زهرة هربت وقام علي رحلة حتى يجيبها، بس كان لازم يجوا اتنيناتهم ياخدوا جمال.
غريب هالموضوع، في شي ما عم بقدر افهمه. إذا فعلاً زهرة هربت معناتها رح تحاول تتواصل معنا. تعي المعلم بده ياكي. علي؟ علي جاب المصاري؟ ما بعرف بنوب. اللي علي جاب المصاري؟ لهلأ لسه ما في أي أخبار من زوجك. شو رأيك اجته من الله معه؟ لك ليكون تركك وهرب. لا تخافي أبداً، يروح لوين ما يروح ما بتركه بحاله، ما بسمح لحدا يأكل علي مصاري. وأنت لحتى يجي زوجك بدال هالقعدة على الفاضي هيك، روحي ساعدي مروة. دخيلك اتركني امشي من هون، ابني مريض كتير ولبين ما يجي علي ابني بيموت. زوجك علي لو فعلا اب حقيقي كان بيدير باله على ابنه. يلا روحي اشتغلي مروة، يلا خديها من وشي، لا تشيلي عينك عنا، واذا صار اي شي انت المسؤولة الوحيدة. حاضر انا بامرك. دخيلك لا تعمل هيك، أنا ما فيني ضل هون. علي ما رح يقدر يدير باله على الولد أبداً، أنا كان لازم أخده على المشفى لأنه مريض. الأحسن تدعي لربك أنه علي يدبر المصاري ويجي بسرعة، وإلا لا رح تشوفي زوجك ولا رح تشوفي ابنك المريض بنوب. مروة خديها وعلميها كيف تشتغل. يلا لا تؤاخذني على اللي نطرتك. ولا يهمك أخي، اسمع لقلك، لازمني مصاري ضروري والمبلغ كتير كبير. كله ما دور عليه ولا يهمك، بس لشو لازمك؟ خطفوا زهرة مني، بس مو هي القصة. أنا مشان أقدر أتفاصل مع أخي زهرة لازمتني. علي احكي الموضوع مثل الخلق، مين خطف زهرة وليش؟ طيب لا تعصب دغري، لعبت قمار وخسرت وزادوا ديوني، لهيك أخدوها لتكون ضمان إلهم. لك أنت ما فيك زرة عائل؟ أه؟ وين كان عقلك؟ كيف بتسمح لهم أنهم ياخدوا زهرة؟ لك بالوقت اللي كل أهل القصر عم يدوروا عليكم كيف بتروحوا بتلعب أمارو؟ لك أخي شو بيعرفني أنه رح يصير هيك؟ خلينا هلأ نعمل أي شيء، أنا مالي حدا غيرك بالدنيا إلجأ له. دخيلك لا تتركني بهالمصيبة. اسمع، ما معي مصاري بنوب، أخوك عزة نفضني على آخر. شو بدنا نعمل هلأ أخي؟ قلي. طيب أنت روق شوي، رح شوف شو بعمل، بس أنت اهدى شوي. يلا حاسة حالي ملكة هالقصر، ما في شغل بنوب ولا تعزيل ولا شي، هلأ بحط رجل على رجل وبنبسط لحالي. آخ يا ربي شو عفاريت. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا ما فيني اضلني لحالي بالقصر، احسن شيء اني انزل على السوق وانتو خذوا راحتكم مثل ما بدكم بهالقصر. لازمك شي مرت عمي؟ صب لك مي. شو كيف صرتي اليوم؟ حاسه انك صرتي منيحه ان شاء الله؟ احسن مشكر الله، بس اذا برجع على البيت بصير احسن بكتير بنتي. أنا ما بحب المستشفيات. يعني مين بيحب المستشفيات يا مرت عمي؟ بس تطيبي على المظبوط بتطلعي، البيت ما أنه هربان.
أنا هلأ بحكي مع دكتورك إذا بيقول لي إنه وضعك منيح من طالعك اليوم من المستشفى. شكراً بنتي. بتعرفي شغلة؟ ما ضل حدا بالبيت ليزعجك أو يضايقك مرت عمي، رح تنامي وترتاحي. إذا الله بيحبني ما عاد يورجيني وشه. ما بيسترجوا يجوا على القصر مرة تانية، بيكونوا راحوا من هرمنلي من زمان. أنتوا عم تحكوا عن بهية خانو؟ لا، ما مشيوا لهلأ، هن نايمين عندي بالبيت. ليش عم تحويها شياطين ببيتك بنتي؟ عدنان أخي الكبير وما فيني أتركه لا هو ولا عيلته بالطريق. بيستحقوا هالشي، بيستحقوا. كل شي جاهز، لما يتصل عدنان مناخد له يعون. إذا خلصنا من شغلة الطابو على السريع بتقرب رجعتنا على القصر إن شاء الله. يا ريت. اتصلت بملك وعزت بس ما قدرت حاكيهم. في أي أخبار عن زهرة وابنها؟ لا، عزت عم بدور عليهم بكل مكان بس ما في حدا شافهم ولا حتى بيعرف عنهم أي شيء. أنا بس بدي أفهم أنتوا ليش قلبتوا الدنيا عليهم؟ أنا بعرف ليش علي عمل هيك، عمل هيك كرمال ملك ما تاخد بنته وتبعدها عنا، فهمتوا ليش؟ برأيي أنه زهرة وابنها مانن بأمان معالي، مشان هيك قاعدين عم يدوروا عليهم. زهرة مرته وجمال هو ابنه، علي شو بده يعمل فيهم يعني؟ الظاهر ما عم بيقضي وقت مع عيلته منيح، لا عاد تضغطوا عليه بقى. زينب لبين؟ خير؟ شوفي بدنا دكتور يا جماعة، دكتور. أنا بستنى هون. حرارته مرتفعة. علم علي. عزت، عزت شو صار لجمال؟ ألو، تعال عندي يا ابني. دقيقة وبكون عندك. الله يوفقك ساعديني، أنا لازم أمشي من هون بسرعة. صدقيني ما بقدر لأنهم بيقتلوني. بعدين مو بده يجي اليوم زوجك؟ وقتها هو بياخدك. أنا ما فيني استنى أبداً، ابني مريض كتير ولبين ما يوصل لهم بيموت. مستحيل تهربي من هون، فهمي علي بقى. أنا جربت قبل مرة. شوفي هاد يلي صار، ما عاد اتجرأ المس مسكة الباب بنوب. ليكي اصحك تحاولي انك تهربي انتي كمان، صدقيني هدول الناس ما عندهم شفقة ابدا. جيبي مصل لو سمحتي. ليش ما جبتوا لهون قبل هالوقت؟ لو تأخرتوا شوي كان رح يروح من بين إيديكم. ما
علي ما بيترك جمال. أنا متأكدة إنه زهرة عملت شي مصيبة كبيرة، وأخوك ما عاد شاف قدامه رح لحق وقتها نسيه جمال. أمي لا تضلك تبرري عمايل علي أكتر من هيك. ليكي إذا ملك سمعت كلامك هاد رح يجن جنانة على الآخر. ولك من تحت راسها صار هيك فينا، لو ما ركبت راسها وعندت وصار بدها تاخد زهرة وتروح، ما كان علي عمل هذا الشي. لك أنت مفكرة أنه علي عم يفكر بزهرة من أصله؟ هو عم يحاول ينفذ بجلده، على طول بيغلط ونحن مناكله. لعب قمار وصار عليه ديون فوق ما تتصوري. لا علي ما بيعمل هيك شي، حلف لي أنه هو ما عاد يلعب قمار. كرمال الله قليلي لحد هذا اليوم بأي وعد وفا يا أمي. لا لا علي راح يضل على هالحالة طول ما أنت عم توقفي بظهره، يمكن يرجع عقله لراسه لما يفوت على السجن. هلأ حضرته بده مصاري، محتمل يجي ويطلب منك تعطيه. إذا صار هيك شي وطلب منك بتخبريني فورا. نزلت الحرارة شوي الحمد لله. أوه الحمد لله. منطلع نحنا؟ زينب هلأ عنده، إذا صار شي رح تخبرنا. أمي إذا صار شي خبريني لو سمحتي. هي انتي بسرعة روحي ضب الطاولات. قولي عن جد انتي وحدة عمية، طلعي قدامك. نزير لا تعصب من هالأمورة، بتصير هيك شغلات. مين هالحلوة؟ وليش هي هون؟ هالبنت هاي قصتها طويلة، قصة ديون وحسابات. يلا حكيلي لا تخبي عني. أمي كانت تقول ما حدا بيقدر يضل لحاله. الله كبير وما بيترك حدا لحاله بهالدنيا. طلاب المصاري لشوف وإلا بيت لك هون. ها لك يا حبيبي النشال ستاني ما معي، آخر كهلرة كانوا معي، رحت اشتريت فيهم شوية أغراض مشان القهوة. يعني صدقني ما عم كذب عليك، بيمشي حاله الكريدت كارت معك ولا ما بيمشي؟ يعني اسمع قصت لي اياهم أو سجلهم علي وشلني المرة الجاية. شو هالحكي يا؟ قال بيدفع لي بعدين إذا بتحب بقصت لك ياهن. لك يا أخي حل عني، والله أنا مو ناقصني بنوب شبك. أوه العمى، شو هاد؟ حرامي ولاد، أنا بورجيك. لك يا أختي والله لا تأكل مني أدلي ما أكلتها من أمها. روحوا لا هلأ إليك شغلة تشتغلها. ياسمين خانم ما شاء الله عليك، طلعتي رامية دقيقة ومحترفة، من أول شلفة سطحتي للزلمة على الأرض. أنا هيك أساساً أنا بناشن منيح وما بتني ضربة. والله الله يسلم هالإيدين، شكرا كتير لإلك، لو ما أجيتي بالوقت المناسب الله أعلم شو كان عمل فيني. شكرا كتير يا خانم. هالفاشل ما بيشتغل مخه أبدا، الله يلعنه. لك طلع متخلف على الآخر، بس أنا بورجيه. الحق علي إني وثقت فيه، راح وورط حاله بالمصايب وورط زهرة معه كمان. إذا كنتكن الصغيرة ما نبينه معناها ملك ما راح تروح لأي مكان، مو هذا اللي كان بدك ياه بالأصل؟ ايه هيك كان بدي، بس هلأ ملك بتكون مقهورة، هي ما رح تهدى بدون بنتها. قبل هلأ ما كنت بتعرف مكان بنتها، ليش أكل همك لهالقد يا آغا؟ لك يا أهبل، بوقتها كنا منعرف وينها، بإيدينا كانت شبك. الله أعلم كيف حالة زهرة هلأ. Sana geldim, al yine büyüt beni, ninni ma.
masallarla dizlerinde uyut beni.